www.sudanesesongs.net. السادة الكرام، التحية والاحترام، مرحبا بكم على شاطئ النيل الأزرق السعيد وهذا الموسم الفني الجديد. شهر رمضان حباب نحمد الله يا شهر رمضان حباب نحمد الله يا البركات معاه والخير في ركابه شهر رمضان حبابه نحمد الله جابه مرحب بقدومه نحيا ونصومه في ليله يومه باب الرحمة بابه شهر رمضان حبابه نحمد الله جابه يا شهر العبادة والتغى والإرادة فيك ألقى السعادة للي بيعمل حسابه شهر رمضان حبابه نحمد الله جابه شهر رمضان حبابه نحمد الله جابه البركات معاه والخير في ركابه الله عليكم. شكرا جزيلا يا سادة القاعدين معاي والمشاهدين جميعا، كل عام وأنتم بخير، شهر كريم عليكم وعلى الوطن العزيز وعلى جميع أبناء السودان في الداخل والخارج. ويسرنا أن نواصل مع برنامج أغاني وأغاني مسيرة الفن السوداني الذي وحد الوجدان ودعم وحدة أبناء السودان ودعم القومية السودانية دعما كبيرا. نحن للقومية النبيلة ما بندور عصبية القبيلة تربي فينا ضغاين وبيلة تبقى ضرر الوطن العزيز الفؤاد ترعى والعناية ضلوع الوطن. الأغنية دي عمرها أكثر من 80 سنة، أستاذنا الراحل يوسف مصطفى التني، ولكن نجد فيها تاريخ، ذلك التاريخ للحركة الوطنية السودانية والفن السوداني، نجد فيه تاريخ السودان وأحداث السودان على مر الأيام والسنوات، وحتى تاريخ الفن نفسه نجد في هذا الفن التطور والانتقال من عصر الشيالين إلى عصر العازفين، كان بعمل الفنانين، كان بالألحان وكان بالكلمات. ومن بدأ هذه المرحلة مع آخرين في ذلك العصر كان أستاذنا العبقري الراحل إبراهيم الكاشف، وكانت ضربة البداية لهذا التطور والانتقال من عصر الشيالين إلى عصر العازفين أغنية في الشاطئ طالبين السمر. والكاشف عمل في هذه الأغنية حاجة غريبة جدا، غير وضع الغناء في ذلك العصر بكلمة واحدة، كلمة واحدة. الأغنية بتقول الأستاذ سيد عبد العزيز: في الشاطئ طالبين السمر وحبيبنا قال ضوء القمر بيكشفنا، تتغنى كده في ذلك العصر. لكن الكاشف كلمة قال دي عمل بها تغيير: في الشاطئ طالبين السمر وحبيبنا قال
ضوى القمر بيكشفنا. قال دي غيرت الأدائية السودانية بعد ذلك، والأغنية نفسها فيها تجديد في أسلوب التلحين في أسلوب الأداء، وفيها قفلة أصبحت بعد ذلك تقليدا للقفلات في الأغنيات السودانية جميعا. هذه الأغنية اللي مثلت البداية لتطور الغناء السوداني نستمع إليها بصوت ابننا العزيز عاصم البنا وبتنا الموهوبة جدا هدى عربي. الوسيط
عالم الضياء انتشر ونحنا جالسين في ضفاف في ليل ندى نطق الوتر ونحنا جالسين في ضفاف في ليل ندى نطق الوتر ونحنا جالسين في ضفاف في ليل ندى نطق الوتر الطيار يعلو وينخفض وينخفض مع موجكم سبحت فكر تيار يعلو وينخفض مع موجكم سبحت فكر تيار يعلو وينخفض وينخفض مع موجكم سبحت فكر تيار يعلو وينخفض موجكم سبحت فكر تيار ويعلو وينخفض مع موجكم سبحت فكر نشوانا من خمر الفنون السامية ما خمرت في الشاطئ ضامر عندك تمام ولا مشكلة يا سلام يا سلام والله كده ومليون كده كمان الله يخليكم الله يخليكم ها
هذا البرنامج برعاية زين. يا جماعة، العقد اكتمل بعد كده بأحمد المصطفى وحسن عطية وعبد الحميد يوسف اللي حغني له واحدة من أغنياته الشهيرة جدا، انتقلت برضو من عصر الحقيبة، أو انتقل بها من عصر الحقيبة وغناء الحقيبة إلى العصر الحديث، وهي من كلمات أستاذنا محمد بشير عتيق يغنيها لنا ولدنا. قبل ما يغني عايز أقول إنه في هذا الموسم هنقدم 4 من اللامعين المبدعين. هنقدم أول حاجة بنتنا ملاذ غازي وهي مبدعة جدا، ونقدم بنتنا إيلاف عبد العزيز وهي هايلة جدا، ونقدم ولدنا مامون سوار الذهب وهو أيضا من المبدعين، إضافة إلى الفنان القدير شكر الله عز الدين الذي سيطل عليكم في مقبل الجلسات. أغنية أستاذنا عبد الحميد يوسف، أذكريني يا حمامة، أذكريني يا حمامة يا مامون. أذكريني أنا يا
تدري انا اغصان ويا اسي حظي زي الفرايك اسحب والجحيم من هاجرك ارحم وعليا شغلي قدل عليك شغلي قدل عليك اذكري اهلي يا حبابا كل مرة سالي اقرر النظر في هوايا روحك يا مالي لما ساجي احترمي لو في هواي وحب يا مالي هاي يا مامون يا سوار الذهب هاي اللي غنيت غنى زي الذهب والله الله يخليك